الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم وأن يوفقكم لكل خير وأن يجعلكم من الهداة المهتدين. وبعد، فهذا درس جديد من دروسنا في قراءة مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. نتدارس فيه هذا اليوم حديثاً أورده الإمام البخاري رحمه الله في أوائل كتاب الحيض، يتعلق بحجة النبي صلى الله عليه وسلم وبصفة هذه الحجة كما روتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فلعلنا أن نقرأ هذا الحديث الشريف. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لخمس بقين من ذي القعدة، لا نرى إلا الحج موافين لهلال ذي الحجة في أشهر الحج وليالي الحج وحرم الحج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يهل بعمرة فليهلل، فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة، فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بالحج، فأهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي فأهللت بعمرة. فلما كنا بسرف حضت، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فقال: من لم يكن منكم معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه الهدي فلا. قالت: فالآخذ بها والتارك لها من أصحابه. قالت: فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه فكانوا أهل قوة وكان معهم الهدي فلم يقدروا على العمرة. قالت: فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قال: ما لك، ما يبكيك يا هنتاه؟ قلت: سمعت قولك لأصحابك فمنعت العمرة. قال: وما شأنك؟ قلت: لا أصلي، لوددت والله أني لم أحج العام. قال: لعلك نفست. قلت: نعم. قال: فلا يضرك، إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، فكوني في حجتك فعسى أن يرزقكيها. فلما قدمنا مكة تطوفنا بالبيت، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل، فقال: من أحرم بعمرة ولم يهدي فليحلل، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى يحل بنحر هديه، ومن أهل بحج فليتم حجه. فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقن الهدي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا حللت مع الناس حين حلوا. قالت: فقدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت وبالصفا والمروة، وخرجنا حتى قدمنا منى فلم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة. فقالت: يا رسول الله، هذه ليلة عرفة وإنما كنت تمتعت بعمرة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: انقضي رأسك وامشطي وامسكي عن عمرتك وأهلي بحج. ففعلت. قالت: وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر، فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ قالوا: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بالبقر، فأفضت بالبيت، ثم خرجت معه في النفر الآخر حتى نزل المحصب ونزلنا معه. وقالت صفية رضي الله عنها: ما أراني إلا حابستهم، فكانت على باب خبائها كئيبة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله. فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صفية بنت حيي قد حاضت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عقرى حلقى، لعلها تحبسنا، ألم تكن طافت معكن؟ قالوا: بلى. وقال لها: أو ما طفتي يوم النحر؟ قالت: قلت: بلى. قال: لا بأس، أنفري.
فلما قضيت الحج وكانت ليلة الحصبة قلت يا رسول الله يرجع الناس بعمرة وحج وأرجع أنا بحجة؟ قال وما طفت ليالي قدمنا مكة؟ قلت لا. فأمر أخي عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما فقال اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم افرغا ثم أتيا هنا فإني أنظركما حتى تأتياني. فأحقبها ناقة فاعتمرت فكانت تقول فأعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي نسكت. وقال هذه مكان عمرتك ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك. قالت فخرجنا حتى إذا فرغت من الطواف ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم، ثم جئته بسحر مدلجا وأنا مصعدة وهو منهبط منها، وقال هل فرغتما؟ فقلت نعم. فآذن بالرحيل في أصحابه فارتحل الناس ومن طاف بالبيت قبل صلاة الصبح، فمر متوجها إلى المدينة. قالت فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا واحدا بعد أن رجعوا من منى. وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. قول المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وكانت هذه الحجة في السنة العاشرة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأشهر قرابة 100 يوم. قالت لخمس بقين من ذي القعدة، يعني في اليوم 25 من شهر ذي القعدة لم يبق من الشهر إلا 5 أيام، لا نرى إلا الحج، يعني أننا نقصد بتلك السفرة الحج ولا نقصد بها العمرة وإنما نريد الحج فقط. قالت موافين أي مكملين أو مستقبلين لهلال ذي الحجة في أشهر الحج، وأشهر الحج شهر شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة وليالي الحج. تذكر هذا من أجل أن تبين أن السبب الذي جعلهم يقصدون الحج أنهم في موسم الحج، ولذا كانت نيتهم الحج دون العمرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يهل بعمرة فليهلل، يعني إذا كان بعضكم يرغب في أن يعتمر مع حجته فلينوي العمرة ليكون بذلك متمتعا. وهنا في أول الأمر ساقه لهم على سبيل تعليقه برغبتهم ومحبتهم، فقال لا يلزمكم أن تحجوا مفردين بل يجوز لكم أن تحجوا متمتعين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني لولا أني أهديت، يعني سقت بهيمة الأنعام التي نويت أن أجعلها هديا في حجتي لا تمتعت بأن أهل بعمرة. والإهلال يعني رفع الصوت بنوع النسك الذي سيقصده في حجته. قالت عائشة رضي الله عنها فانقسم الناس، فهناك قسم أهل بعمرة ونوى التمتع، ونوى التمتع فقال لبيك اللهم عمرة، وهناك من أهل بحج فنوى حج الإفراد ولم يقصد بحجه التمتع ولم يرد العمرة. تقول عائشة فأهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي رفعت صوتي بالتلبية، فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي، فهي لم تنوي الإفراد. لماذا؟ لأنها رأت أن النبي صلى الله عليه وسلم يرغب من لم يسق الهدي في أن ينوي التمتع، ولذلك اختارت حجة التمتع. وحجة التمتع بأن يأتي الإنسان إلى البيت قبل الحج فيطوف ويسعى لعمرته ثم يتحلل،
ويبقى حلالا حتى موسم الحج ثم يحرم مرة أخرى. فعائشة نوت بذلك التمتع لكونها رأت أن النبي صلى الله عليه وسلم يرغب أصحابه ممن لم يسق الهدي بالتمتع. تقول عائشة رضي الله عنها: فلما كنا بسرف، وهو مكان بقرب مكة على طريق المدينة وهو قريب من مكة على أطراف الحرم، حظت أي جاءها الحيض في هذا الوقت، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه لما وصلوا إلى ذلك المكان، فقال لهم: من لم يكن منكم معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة. فطلب منهم أن يقلبوا نسكهم من الإفراد إلى التمتع، ورغبهم في ذلك، ولكنه علقه على رغبتهم ومحبتهم، فقال: من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه الهدي فلا، يعني فليبقى على التمتع ولا يقلب نسكه إلى، فليبقى على الإفراد ولا ينقل نسكه إلى التمتع. قالت عائشة رضي الله عنها: فالآخذ بها، يعني بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقلب النسك إلى التمتع، والتارك لها من أصحابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الأمر برغبتهم ومحبتهم. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ساق الهدي، ولذلك لم يقلب نسكه إلى التمتع. وهكذا رجال من أصحابه كانوا أهل قوة، يعني عندهم مال، وبالتالي ساقوا الهدي معهم، ومن ثم بقوا على نسك الإفراد أو القران. وهناك بعض الناس ممن لم يسق الهدي أيضا، لما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزمهم بتحويل النسك بقوا على نسك الإفراد أو القران، فبالتالي لم يكن من شأنهم أن يطوفوا طواف العمرة وأن يسعوا سعي الحج. قالت عائشة: فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعد أن حاضت، فوجدها تبكي، فسألها: ما لك؟ ما الذي يبكيك؟ فقالت: قال: ما يبكيك يا هنتاه، يعني يخاطبها بالخطاب اللطيف الذي يخفف عنها ما هي فيه. فقالت عائشة: سمعت قولك بقلب النسك إلى العمرة والتمتع، وسمعت قولك لأصحابك فمنعت العمرة، فأنا لا أستطيع العمرة الآن لأنها قد حاضت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما شأنك؟ أي ما السبب الذي يمنعك من العمرة؟ فقالت عائشة: لا أصلي. وهذا كناية عن الحيض، لأن الحائض لا تصلي. ثم قالت: لوددت والله أني لم أحج العام، يعني هذه السنة، خشية مما قد يترتب عليها من الأحكام لكونها منعت من الطواف بالبيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك نفستي، يعني جاءك الحيض. فقالت عائشة: نعم. فأقرت بإتيان الحيض إليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يضرك، أي أن الحيض لا يؤثر على الإحرام ولا يلغي النسك. وقال لها: إن هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم، يعني نزول الحيض، فاقضي، أي افعلي ما يقضي، فاقضي ما يقضي الحاجة، يفعلي ما يفعله الحجاج من المناسك غير ألا تطوفي بالبيت، غير ألا، فالطواف بالبيت لا يصح من الحائض،
حتى تطهري، فكوني في حجتك، أي لا تنوي فسخ الإحرام، بل ابقي على إحرامك واقلبي نسكك من التمتع إلى القران، فعسى أن يرزقكيها، عسى أن يرزقك الله هذه الحجة فيكون لك ثوابها. قالت عائشة: فلما قدمنا مكة تطوفنا بالبيت، يعني أن من معها من الناس طافوا بالبيت، وإلا فهي لم تطف لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لها أن تطوف، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي ولم يصحب معه، وأمر من لم يكن ساق الهدي ممن لم يصحب معه هديه من الإبل أو البقر أو الغنم أن يحل، فهذا أمر جازم كان سابقا يعلق قلب النسك من الإفراد إلى التمتع بالرغبة والإرادة لمن لم يسق الهدي، والآن جاءهم أمر، والأصل في الأوامر وجوب التزام والعمل بها. فقال من أحرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحرم بعمرة، أي من كان مناويا التمتع ولم يهدي فليتحلل، أي ليكمل طوافه وسعيه ثم بعد ذلك يقصر ثم يحل ويبعد عنه الإحرام، ويجوز له أن يفعل محظورات الإحرام. ومن أحرم بعمرة، أي نوى التمتع ولكنه أهدى، فإنه إذا طاف وسعى يبقى على إحرامه ولا يقصر ولا يحل حتى يحل بنحر هديه، وذلك في يوم العيد، في يوم العيد. ومن أهل بحج ممن لم يسق، ممن ساق فليتم حجه. قالت عائشة: فحل من لم يكن ساق الهدي، طافوا وسعوا وقصروا وتحللوا أصبحوا متمتعين. ونساء النبي صلى الله عليه وسلم لم يسقن الهدي، ولذلك امتثلن فطفن وسعين وقصرن وتحللن من عمرتهن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، أي لو كنت في المدينة لم أخرج بعد لما سقت الهدي، ولجعلت نسكي تمتعا، لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، ولحللت مع الناس حين حلوا، يعني أنه يجعل نسكه من التمتع، وبالتالي يطوف ويسعى ويقصر ثم يحل. ما الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الأظهر من أقوال أهل العلم أنه حج قارنا، حج قارنا، فطاف بالبيت وسعى ولم يقصر وبقي على إحرامه. متى قدم؟ قدم يوم 5 ذي الحجة. متى أحرم؟ يوم 25 في المدينة، بقي 10 أيام في الطريق بين مكة والمدينة 400 كيلو، وكانوا يقطعون 40 كيلو في اليوم، كل يوم يسيرون 40 كيلو، هذه عادة الناس في الزمان الأول، فقطعوا المسافة في 10 أيام. قالت عائشة: فقدمت مكة وأنا حائض، وحينئذ لم تطف بالبيت ولا بالصفا والمروة، وبقيت معهم حتى قالت: وخرجنا على حتى قدمنا منى، يعني أنهم في اليوم 8 من شهر ذي الحجة ذهبوا إلى منى، فلم تطهر
حتى دخلت ليلة عرفة وهو اليوم الثامن مساء، فليلة عرفة ليلة التاسع، فقال لها قال حتى دخلت ليلة عرفة، فقالت يا رسول الله هذه ليلة عرفة وإنما كنت تمتعت بعمرة والآن لا أستطيع أن أفعل العمرة لأن الحائض ممنوعة من الطواف بالبيت. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انقضي رأسك، يعني أن ضفائر الرأس يتم فتحها وتمشيطها باستعمال المشط والتسريح للشعر، وأمسكي عن عمرتك، يعني اتركي العمرة واذهبي وأهلي بالحج، وبالتالي تقلب نسكها من التمتع إلى القران إلى القران. فقالت عائشة ففعلت. قالت وضحى، يعني أنهم ساروا إلى عرفة فوقفوا مع فيها، وفي الليل خرجوا إلى المزدلفة، وفي صباح يوم العيد ذهبوا إلى ميناء، وهناك رموا جمرة العقبة وقص حلق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقصر نساؤه ثم ذبحوا هديهم. قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر، فالبقرة تجزئ عن سبعة تجزئ عن سبعة. قالت فدخل علينا رسول الله فدخل علينا، أي بينما نحن في خيامنا في ميناء إذا بلحم بقر يتم إدخاله علينا. فقالت ما هذا، ما هذا اللحم؟ فقالوا نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بالبقر. الأصل في النحر أن يكون الذبح من أسفل الرقبة، بينما الذبح يكون من أعلى الرقبة، والأصل في البقر أن تذبح لا أن تنحر، كما قال تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ولكن قد يستعمل النحر ويراد به الذبح، خصوصا أنه في يوم الأضحى الذي يسمى يوم النحر. قالت عائشة فأفضت بالبيت، يعني ذهبت في يوم العيد إلى الكعبة، معناها أنها طهرت، فذهبت فطافت بالبيت ثم خرجت، بقيت مع النبي صلى الله عليه وسلم في ميناء حتى جاء اليوم الثالث عشر، فخرجت معه في النفر الآخر، يعني في اليوم الثالث عشر بعد الزوال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خرج من ميناء إلى المحصب، والمحصب في مكان يقال له الآن العدل، والذهاب إليه ليس سنة وإنما هو مكان فعله رسول الله، ذهب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونه أسهل إلى خروجه إذا أراد أن يذهب إلى المدينة. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه من أهل المدينة، وأما بقية الحجاج فقد ذهب كل منهم في جهته التي تكون ناحية بلده الذي قدم منه. وقالت صفية في يوم أن قدموا إلى المحصب في اليوم الثالث عشر ما أراني إلا حابستهم، أي سأكون سبباً في جعلهم يتأخرون ينتظرونني، وذلك أنها حاضت وفظنت أن الحائض لما منعت من الطواف أنها ستبقى حتى تطوف لطواف الوداع، فكانت على باب خبائها، يعني الخيمة التي تسكنها، كئيبة أي حزينة لكونها إما أن تؤخر رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، أو أنها ستبقى ويبقى معها بعض من يكون معها. ف
أتاها النبي صلى الله عليه وسلم فأراد منها ما يريد الرجل من أهله، وأراد أن يذهب إلى صفية بنت حيي، فقالت عائشة: لا تذهب إليها، إن صفية بنت حيي قد حاضت. حينئذ خشي النبي صلى الله عليه وسلم من أن تؤخر الناس، فقال: عقرا حلقا، أي شأنها شأن المرأة التي أصيبت بالمصيبة حتى أنها حلقت شعرها وعقرت بدنها، فلعلها تحبسنا، أي ستؤخرنا، وبالتالي ستكون حزينة بسبب ذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألم تكن طافت معكن، يعني في يوم العيد طافت معكن طواف الزيارة، طواف الحج الذي هو ركن في من أركان الحج؟ فقالوا: بلى، قد طافت طواف الإفاضة، لكن لم تطف طواف الوداع. وقال لها: أوما طفت يوم النحر؟ قالت: بلى، طفت يوم النحر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لا بأس، انفري، أي اذهبي معنا ولا يلزمك طواف الوداع. قالت عائشة: فلما قضيت الحج وأتينا في المحصب، وكانت ليلة الحصبة ليلة الرابع عشر من شهر ذي الحجة، قالت: يا رسول الله، بقية النساء يرجعن بحج وعمرة لأنهن تمتعن، وأنا لا أرجع إلا بحج فقط، ولم ترغب في أن يزيد عليها بقية النساء. فقالت: يرجع الناس بعمرة وحج، وأرجع أنا بحجة يعني فقط. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو ما طفت ليالي قدمنا مكة، يعني أول ما قدمنا إلى مكة، ألم يكن منك عمرة فتطوفين بالبيت وتسعين؟ قالت: لا يا رسول الله، ما طفت، وذلك لأنها حائض. قالت: فحينئذ أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجبر بخاطرها، فأمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يخرج بها إلى أدنى الحل، إلى التنعيم، فقال: أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة، أي لتحرم بعمرة ولتلبي بعمرة، ثم أتما عمرتكما وانتهيا منها وأتياني هنا في هذا المكان. أين المكان؟ في المحصب. فإني أنظركما، أي أنتظركما حتى تفرغان من عمرتكما حتى تأتياني. قالت: فأحقبها ناقة، يعني أنها ركب عبد الرحمن وركبت أخته عائشة تردفه في الناقة التي يركبها. فاعتمرت عائشة، فكانت تقول: فأعمرني من التنعيم مكان عمرة التي نسكت، يعني نويت أن أفعلها، وكانت تظن أن نسكها ليس إلا الحج فقط، بينما هي قلبت النسك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم إلى قران. وقال: هذه، يعني هذه العمرة، مكان عمرتك، ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك، يعني تعبك، فإن الناس عندما يقدمون من البلدان البعيدة ويعتمرون يكون لهم أجر أكثر، ومن أحرم من أدنى المواقيت، من أدنى الحل، فإنه لم يكن منه تعب كثير ولا مشقة، وبالتالي يكون أجره على قدر مشقته. قالت: فخرجنا، يعني خرجنا من عند رسول الله إلى التنعيم، ثم أتوا إلى الحرم. قالت: حتى إذا فرغت وأكملت العمرة وفرغت من الطواف، ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم، يعني أنها لم يجب عليها شيء من هذه الأمور لكونها قلبت النسك من التمتع إلى
القران أو الإفراد ولم يجب عليها شيء. قالت: ثم جئته بسحر، السحر السدس الأخير من الليل، يعني أنها عادت وأكملت عمرتها في الليل، وقابلت النبي صلى الله عليه وسلم مدلجا، أي أنه قد جاءها في آخر الليل، خرج من خيامه ومن مكان إقامته يريد أن يذهب إلى البيت ليطوف طواف الوداع، وهي مصعدة أي ذاهبة من الحرم إلى مكان المحصب، فهو أرفع من الحرم. قالت: وهو منهبط منها، يعني نازل من الحصبة يريد البيت. قالت: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل فرغتما؟ أي هل أكملتما عمرتكما؟ فقالت عائشة: نعم. وحينئذ آذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحيل في أصحابه، أي أخبرهم بأنه سيذهب إلى المدينة، فارتحل الناس. قالت: ومن طاف بالبيت قبل صلاة الصبح فمر متوجها إلى المدينة، فطافوا، قالت عائشة، فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت، هؤلاء هم الذين تمتعوا فأدوا عمرة قبل الحج، طافوا قبل الحج، وهذا الطواف طواف العمرة، ثم سعوا سعي الحج الواجب، سعوا سعي الحج الواجب، ثم وطافوا بالصفا والمروة، ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر في يوم العيد، طواف. إذن عندنا طوافان للمتمتع: طواف العمرة أول ما يقدم يطوف ثم يسعى، ثم طواف آخر معه سعي يكون في يوم النحر فما بعده. ثم أما الذين، قالت: ثم طافوا طوافا واحدا بعد أن رجعوا من منى. وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة وهم الذين قرنوا، فحينئذ طافوا أول ما قدموا طواف القدوم المستحب، ثم سعوا سعي الحج، وبالتالي لم يعودوا للسعي مرة أخرى، وبقوا على إحرامهم حتى جاء يوم العيد فطافوا طواف الإفاضة. فهذه معاني هذا الخبر، وهو مليء بالأحكام، فمن ذلك ذكر ما يتعلق بحجة الوداع وصفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث جواز السفر في ذي القعدة، وأنه لا حرج فيه خلافاً لبعض أهل الجاهلية. وفي الحديث من الفوائد أيضا الخروج للحج قبل هلال ذي الحجة، وفي هذا الحديث جواز قلب النسك من الإفراد أو القران إلى التمتع كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه. وهذه المسألة تعرف بمسألة فسخ الحج، والجمهور يمنعون منها ويقولون بأن ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاص بأصحابه، وكان ابن عباس يرى خلاف هذا القول ويرى أنه من الواجبات، ويقول: من طاف بالبيت وسعى قبل الحج لزمه أن يقلب نسكه إلى التمتع، ويرى أن ذلك على سبيل الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه بذلك. والجمهور يقولون هذا الأمر خاص بالصحابة، ويستدلون عليه بحديث أبي ذر أن قال: كان فسخ الحج خاصا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب فقهاء الحنابلة إلى قول متوسط، فقالوا: بجواز ذلك دون وجوبه، بجواز ذلك دون وجوبه، واستدلوا عليه بهذه الأحاديث، وقالوا حديث أبي، واستدلوا عليه أيضا
بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأمر عام في ذلك، وقال دخلت العمرة بالحج إلى قيام الساعة، ثم قال قيل أهذا لنا خاصة يا رسول الله؟ قال بل لأبد الأبد. وقالوا بعدم وجوبه لحديث أبي ذر، فحملوا حديث أبي ذر على أن المراد به نفي الوجوب، ولذا فلعل قول الحنابلة في هذه المسألة أرجح الأقوال. وفي هذا الحديث استحباب رفع الصوت بالتلبية، فإنه الأصل في لفظة الإهلال. وفي الحديث أن من ساق الهدي فإنه لا يتحلل ويبقى على إحرامه حتى يذبح هديه، سواء كان متمتعا أو كان قارنا. وفي هذا الحديث بيان أن الحيض لا يؤثر على الإحرام، وإنما يمنع من الطواف بالبيت. وفي هذا الحديث من الفوائد أن سوق الهدي ليس هو الأفضل، لكون النبي صلى الله عليه وسلم قد تمنى أن لم يكن قد ساق الهدي. وفي الحديث ترك البكاء من المصائب التي تصيب الإنسان، ولذا لم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة بكاءها. وفي هذا الحديث أيضا بيان أن المرأة الحائض لا يجوز لها أن تصلي، وقد ورد في الأحاديث أنها لا تقضي ما فاتها من الصلوات. وفي الحديث تمني الإنسان الأمر إذا ظن أن فيه حرجا ومشقة، إذا ظن أن الحرج والمشقة في غيره، ولذا قالت لوددت أني لما حج العام، فلم ينكر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أيضا بيان أنساك الحج تمتعا وقرانا وإفرادا. وفي هذا الحديث بيان أن المرأة الحائض تحرم، وأنه لا حرج عليها في الإهلال بالإحرام، وأنها تجتنب محظورات الإحرام. وفي هذا الحديث إخبار المرأة لزوجها بوقوع الحيض عليها. وفي هذا الحديث بيان أن الحيض أمر قد كتبه الله على بنات آدم، فهذا أمر لجميع النساء، فالأصل في النساء أن يكن كذلك. وفي هذا الحديث بيان أن المرأة الحائض المحرمة تفعل جميع المناسك، غير أنها لا تطوف بالبيت. واستدل بهذا الحديث على أن السعي بين الصفا والمروة تابع للطواف، فإنها لما منعت من الطواف منعت من التابع له، وهو السعي بين الصفا والمروة. ولذلك لما طافت لعمرتها في آخر أمرها طافت ثم سعت ثم ذهبت ولم تعيد الطواف. لماذا؟ لأن السعي بين الصفا والمروة من توابع الطواف، ومن ثم لم يثبت له نقض لطوافها السابق. وفي هذا الحديث دلالة على أن من أخر طواف الإفاضة إلى قبيل سفره ثم سافر بعده فإنه لا يلزمه طواف آخر، وأنه يكتفي بهذا الطواف، كما اكتفت عائشة رضي الله عنها بطواف عمرتها عن طواف الوداع. وفي هذا الحديث أن سنة الطواف تفعل بعد طواف الوداع، وأنها لا تعد مما ينقض طواف الوداع. وفي هذا الحديث أن العبادات رزق من الله تعالى، يرزقه من يشاء من عباده، فالرزق لا يقتصر على أمور المال، ولذا قال فعسى أن يرزقكيها. وفي هذا الحديث
من الفوائد الترغيب في العمرة، وقد استدل بعضهم بهذا الحديث على وجوب العمرة، وهذا مذهب الجماهير، فهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وقد رأى الإمام مالك عدم وجوب العمرة. وفي هذا الحديث من الفوائد أن من لم يسق الهدي استحب له قلب نسكه من الإفراد والقران إلى التمتع. وفي هذا الحديث من الفوائد أن الناس يذهبون إلى منى قبل الحج، وقد استفيد من هذا الحديث أن الإحرام للمتمتعين، أن الإحرام للحج بالنسبة للمتمتعين يكون في اليوم الثامن، وهذا قول الجمهور خلافا للإمام مالك الذي يرى أنه يحرم من أول شهر ذي الحجة. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أن الناس في ليلة عرفة يقيمون بميناء، فهذه هي السنة. وفي الحديث من الفوائد جواز تمشيط الشعر للمحرم، كما مشطت عائشة شعرها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما سقط من الشعر حينئذ فهو لم يسقط في ذلك الوقت، وإنما كان ساقطاً قبل ذلك، والمشط أخرجه وبينه، وبالتالي لم يلزم في ذلك فدية. وفي هذا الحديث أنه يجوز للمرأة وللرجل أن يضفر شعره حال إحرامه، وكذلك يجوز له أن يضفر الشعر إن كان طويلا في غير ذلك، كما ولذا قال لها رسول الله، قال لعائشة انقضي شعرك، مما يدل على أنها كانت قد ضفرت شعرها. وفي هذا الحديث من الفوائد التلبية عند قلب الإنسان نسكه من التمتع إلى القران. وفي الحديث من الفوائد تسمية الهدي أضحية، فإنه قال في الحديث وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر، ولذا رأى طائفة من أهل العلم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره شيئا أنه يشمل المتمتع والقارن الذي سيذبح الهدي، لكون الهدي سمي أضحية. وفي الحديث ذبح الرجل الهدي عن نسائه، فلما كان ينفق عليهن ذبح الهدي عنهن ولو لم يستأذنهن في ذلك أو يستأمرهن. وفي الحديث الهدي بالبقر واشتراك عدد من الناس في البقرة الواحدة. وفي الحديث أيضا استحباب بقاء الإنسان في منى إلى اليوم الثالث عشر، كما هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث انتقال النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثالث عشر بعد الزوال وبعد أن رمى الجمرات الثلاث إلى المحصب، وجماهير أهل العلم على أن ذلك ليس عبادة ولا نسكا، وإنما هو منزل نزله لكونه أسهل لسفره. وفي الحديث أيضا من الفوائد أنه يجوز تأخير طواف الإفاضة لما بعد أيام التشريق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن صفية بأنها حاضت ظن أنها لم تطف طواف الإفاضة، فلم ينكر عليها ترك طواف الإفاضة إلا لكونها قد حاضت وستحبس الناس، فدل هذا على جواز تأخير طواف الإفاضة عن يوم النحر. وجماهير أهل العلم
على أن من أخر طواف الإفاضة عن يوم النحر أنه لا يعود للإحرام مرة أخرى. وقد ورد حديث من حديث أم سلمة أنه يعود إلى الإحرام، لكنه ورد بطريقين، أحدهما من طريق ابن لهيعة وهو ضعيف، والطريق الآخر فيه رجل مجهول، ومن ثم لم يتقوى الخبر برواية هذا المجهول، ومن ثم فالصواب أنه لا يعود إلى الإحرام مرة أخرى. فأنتم تعلمون أن من رمى ثم حلق أو قصر تحلل التحلل الأول، وبالتالي يجوز له لبس المخيط وتغطية رأسه وتقليم أظفاره وقص شعره. فهذا الحكم بجواز هذه الأمور يستمر معه ولو أخر الطواف إلى ما بعد يوم النحر على الصحيح. وفي هذا الحديث من الفوائد أن المرأة أن الرجل يجوز له أن يجامع زوجته بعد التحلل الأول بعد التحلل الثاني ولو لم يتم إكمال المناسك، يعني إذا رمى وحلق وقصر وطاف بالبيت جاز له أن يجامع أهله ولو لم يكمل المناسك بعد، ولم يرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، ولم يبت ولم يطف طواف الوداع. وفي هذا الحديث من الفوائد أن من حاضت وهي لم تطف طواف الإفاضة لزمها البقاء ولزم من معها البقاء حتى تؤدي هذا الطواف، طواف الإفاضة وهو طواف الركن، لكون النبي صلى الله عليه وسلم قد ظن أن صفية ستحبسهم لما كانت قد حاضت وظن أنها لم تطف طواف الإفاضة. وفي الحديث من الفوائد أيضا سقوط طواف الوداع عن المرأة التي قد حاضت وكانت قد طافت للإفاضة قبل ذلك. وفي الحديث أيضا من الفوائد أن من أراد العمرة ممن كان بمكة لزمه أن يذهب إلى الحل ولا يجوز له أن يحرم من الحرم، وهذا مذهب الأئمة الأربعة خلافا للظاهرية، ودليلهم هذا الحديث حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأخاها عبد الرحمن بأن يخرج إلى التنعيم ليحرم من هناك، والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب. وفي الحديث إرضاء الزوج لزوجته، وكما أرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة بأن أعمرها من التنعيم. وفي الحديث مراعاة أفهام الناس، فإنها ظنت أنها لم يكن منها نسك إلا الحج فقط بينما هي قارنة، ولذا ورد في الحديث إن طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك، لكنها لم تقنع، فطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطرها. وفي الحديث أن تعب الإنسان غير المقصود يؤجر عليه زيادة أجر، ولكن لا يستحب للإنسان أن يقصد المشقة لذاتها، فإن الشرع لا يريد أن يشق على العباد، ولكن من أراد طاعة فحدث في طريقها مشقة كان ذلك أعظم لأجره. وفي الحديث أن من حج مفردا ثم اعتمر بعد حجته لم يلزمه هدي. وفي الحديث أيضا أن من اعتمر من أدنى الحل لم يجب عليه فدية أذى ولا هدي ولا صدقة. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد تفقد الرجل أهل رفقته عند أسفاره،
وفي الحديث من الفوائد أن القارن والمفرد يسعون سعيا واحدا ولا يلزمهم سواه على الصحيح من قولي أهل العلم. وفيه دلالة على جواز تقديم سعي الحج مع طواف القدوم للمفرد والقارن. وفي الحديث إشارة إلى أنه لا بد أن يكون مع السعي طواف، وأن من سعى بدون أن يكون هناك طواف مقارن له لم يصح سعيه. والجمهور يشترطون تقدم الطواف على السعي، ويرون أن من سعى قبل طوافه لم يصح منه السعي. والقول الآخر بأن من سعى ثم طاف مباشرة أجزأه هذا السعي، فقد جاء في الحديث أن رجلا قال: يا رسول الله، سعيت قبل أن أطوف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج. ولكن الحديث ليس في من سعى فقط، وإنما الحديث في من قدم السعي على الطواف. أما من سعى ولم يكن مع سعيه طواف فإنه يلزمه إعادة ذلك السعي. بارك الله فيكم، وفقكم الله لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا أن ييسر للحجيج حجهم، وأن يتقبل منهم، وأن يغفر ذنوبهم. ونسأله جل وعلا أن ييسر لنا النسك بفضله وإحسانه، كما نسأله جل وعلا أن يوفق جميع المسلمين لما يحب ويرضى، وأن يجعلهم من الهداة المهتدين. ونسأله أن يبارك في ولاة أمرنا، وأن يجزيهم خير الجزاء، وأن يجعلهم موفقين في كل أمورهم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.